إذ تبدو الساحة اليمنية والمعركة في اليمن تتخذ أبعادا إقليمية مع التصعيد الحوثي والذي بدأ بقصف المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية، واعتبرت السعودية هذا الأمر تصعيدا غير مقبول. وقالت قوات التحالف العربي التي تقوده السعودية اليوم، قالت إن كل من صعد أو كل مساحة صعد معقل جماعة الحوثي هي هدف عسكري لضربات التحالف الجوي. وكثف التحالف قصفه الجوي لمواقع جماعة الحوثي في صعدة، ودعا السكان إلى مغادرة المنطقة. ويأتي هذا التصعيد بعد اعتداءات الحوثيين على الحدود السعودية. وأعلن التحالف العربي استهدافه مقرين لقيادة الحوثيين، وقال أن المرحلة المقبلة ستتغير فيها الأهداف. أرحب هنا بأحمد المصري الناشط السياسي اليمني، مرحبا بك أستاذ أحمد. مرحبا بك أخي. هذا التطور يعني بالانتقال إلى أو التوسع إلى ضرب الحدود السعودية، بتقديرك أين يمضي أو أين يذهب بهذه المعركة؟ أولا أحب أن أذكر أنه قبل يومين كان في تصريح جديد لوزير الخارجية السعودي بأن هناك سوف تكون هدنة إنسانية في اليمن من أجل وصول المنظمات الإنسانية الدولية لكي تقوم بإيصال الدواء والمواد الغذائية للمدن المنكوبة على وجه التحديد، عدن وتعز وصنعاء. لكن يبدو أن الحوثي كعادته يفهم الرسالة خاطئة، فقلب الموازين وقام بإخراج دائرة الحرب من اليمن إلى جيزان ونجران، وقام بقصفها بقذائف الهاون، مما أدى إلى سقوط مدنيين وتحطيم بعض المنازل في المناطق الحدودية. هذا يدل على مدى الإفلاس الأخلاقي لدى هذه الجماعة الإرهابية على وجه التحديد. في نفس الوقت يعني نرى أن هناك يعني تصريحات لكيري في المنطقة تدل على أن وزير الخارجية يعني أن السياسة الأمريكية تتناقض، يعني فتصريحات كيري يقول أنه نحن ندعم الجهود السعودية في اليمن لوجستيا ونحن نؤيدها ونؤيد جهودها في اليمن، بينما هو يناقض نفسه، فهو في نفس الوقت يحاول أن يرضي أن يمسك العصا من المنتصف، فهو يحاول أن يقوم بإرضاء السعودية وكذلك يقوم في محاولة أخرى بإرضاء إيران. ويقوم في نفس الوقت من أجل أن يوطد العلاقة مع الحكومة الإيرانية من أجل الوصول إلى حل في النهائي للملف النووي. بالملف النووي بس أشرت في البداية لأنه هذه يعني حركة مجنونة من الحوثي، لكن البعض يراها يعني ثقة بالنفس وذهاب المعركة إلى أبعد مما ما تصور السعودية. اليوم جيزان ونجران مواطنين هناك تتساقط عليهم قذائف الحوثي. بالتأكيد أن منطقة صعدة هي منطقة يعني مدينة تطل على الحدود السعودية، ولا ننسى أن خلال الفترة الأربع سنين الذي فاتت كانت هناك معسكرات سرية وكانت هناك مخازن للأسلحة، وأن ميليشيات الحوثي بعد أن قامت بالانقلاب بالتعاون مع المخلوع نهبت كل الأسلحة التي موجودة في المعسكرات اليمنية وأتت بها إلى معقلهم في صعدة. فمن الطبيعي أن تقوم بعض المناورات العسكرية في هذه المنطقة وأن تقوم بقصفهم بقذائف الهون وما شابه ذلك، لكن هذه الخطوة من جماعة الحوثي هي خطوة غير مدروسة. فهي ماذا الآن يعني ماذا عند سيفرق عندهم؟ هم يعني يتلقوا الضربات منذ شهرين، هم لا يفرق لديهم شيء، هي لكن هم لا يدركون الآن أن على أثر هذا التصعيد الذي قام به أن أدت إلى عودة كما أعلن يعني الناطق الرسمي لقوات التحالف العسيري يوم أمس أنه سوف تعاد عاصفة الحزم من جديد بأهداف جديدة سوف يقوم فيها بملاحقة قيادات المخلوع والمخلوع على وجه التحديد وكذلك قيادات الحوثي في المنطقة. وقاموا وكما رأينا أنه أول الطلعات الجوية قامت بقصف أحد المصانع الألغام الذي كان متكتم عليه جماعة الحوثي في صعدة، وكذلك بعض المخازن الأسلحة التي لديهم في صعدة. أشرت إلى أن يعني الموقف الأمريكي متناقض أو غير مفهوم. البعض يقول أن الأمريكان بالعكس هم يريدون حرب استنزاف طويلة بين السعودية وإيران، والأمريكان يبيعوا الأسلحة للطرفين، والأمريكان لا يخسرون جندي ولا وبالتالي
من يتدمر هو البلدين، هما السعودية وإيران، والمنطقة كلها تستنزف، والأمريكان يحتسون مشروبهم فرحا بهذا الأمر. يعني أكيد أكيد طبيعي. فنحن نعرف أن السياسة الأمريكية في المنطقة بالذات في من بداية الربيع العربي هي يعني سياسة ذو حدين. عندما تجد أنها نفسها قريبة من المنتصر سوف تؤيدك، وعندما تكون في 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 وعندما تكون المعركة في المنتصف فهي تقعد في منطقة ضبابية. فالآن موقفها الآن مع السعودية ومع قوات التحالف موقف ضبابي، هي تؤيدها من ناحية معينة. عندما نتذكر أنه لو رجعنا قبل الأسبوع الماضي كان موقف أمريكا متناقض جدا، مما أدى إلى وجود الرئيس الفرنسي في القمة الخليجية في 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 الرياض. هذا يدل، وهذه مؤشرات كبيرة تدل على أن هناك فراغ أمريكي في السياسة الخليجية، مما أدى. كان لديه السيد هولاند في شنطته عقود للتوقيع على السلاح، لم يذهب ليشرب القهوة العربية. أكيد يعني. أكيد كل يسعى وراء مصالحه. يبقى أستاذ أحمد إذا سمحت أيضا ينضم إلي ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول. أستاذ ياسين، ما أعلن عنه أحمد عسيري من أن هناك مرحلة جديدة في الحرب أو في القصف عقب استهداف الحدود السعودية، ما إلى أي مدى يمكن أن يصل؟ العشوائي استفز المملكة العربية السعودية. الأمور كانت تتم في السابق في إطار الحرب وأهدافها واضحة، أهداف عسكرية، أهداف ميليشيوية أو أهداف تخص الجيش المتمرد في اليمن. الحوثيون أرادوا قلب المعادلة وإخراج المملكة العربية السعودية لاستهداف المدنيين بشكل مباشر. هذا استفز المملكة وقررت أن تغير من نسق العمليات وتحول صعدة المعقل الحوثيين إلى أرض محروقة. ولهذا أصدرت تعميما لطالب السكان بالانسحاب، وهم اليوم يغادرون قراهم في صعدة. وقد بدأت القوات الجوية والبرية بالضرب على معاقل الحوثيين في صعدة. هناك قصف غير مسبوق بدأ منذ نحو ساعة من الآن، وأعتقد أن الأمور قد تتطور باتجاه استهداف القيادات الحوثية حيثما كانت، ربما القيادة أيضا الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وصف حديث أيضا قيادة أو شخصية محسوبة، لا أدري، هناك أخبار تتحدث عن أن هناك شخصية يمنية بدأت تطالب باستهداف القيادات التي تقف وراء هذا الحرب بهدف التخفيف على اليمنيين. قد تشمل هذه الحملة القيادة المحسوبة على الرئيس علي عبد الله صالح، بمعنى أنها ستجعل الجميع يخشى على نفسه خلال المرحلة المقبلة. أعتقد أن المملكة عازمة والتحالف العربي عازم على توسيع نطاق عملياته، وهذا يخدم في نهاية المطاف العمليات الأهداف العسكرية المعلنة والأهداف السياسية المعلنة لعاصفة الحزم من بعدها عملية إعادة الأمن. يعني عقب هذا التصعيد من الطرفين، هل يعني أن أي أفق سياسي بات الآن مسدودا حتى إشعار الآخر؟ والله في تقديري أن الأفق السياسي واضح ومحدد، أنه لا بديل لحوارات الرياض التي أصبح مجمع عليها من الأطراف السياسية اليمنية ومن القمة العربية ومن مجلس الأمن الدولي. حتى آخر تصريحات نقلت عن وزير الخارجية الأمريكي أنه يرحب بحوار الرياض. وبالتالي المراوغة التي يظهرها طرف الحرب والذي أعلن الحرب في اليمن وهم الحوثيون والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لا مكان لها الآن. وأعتقد أن الاستحقاقات الناجمة عن عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل هي التي في نهاية المطاف ستفرض وستوجه مسار العملية السياسية. لم يعد من المقبول اليوم الحديث حتى عن استحقاقات التسوية كما كانت في الماضي باعتمادها حتى على المرجعيات الأساسية بما فيها المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني. أعتقد أن عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل أسست لمرحلة جديدة في الحوار، يعني أن نتعاطى على هذا الأساس. شكرا لك ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي اليمني من إسطنبول. أعود إليك أستاذ أحمد، هل فعلا يعني ثمت أفق لحل سياسي وهناك مبعوث جديد يعني لديكم بعد جمال بن عمر ومن اتهموا بأنه تحوثا ومن اتهموا بأنه لا في هناك مبعوث جديد؟ دعني أقول لك أنه
جماعة الحوثي هذه جماعة الآن تصنف على أنها جماعة إرهابية، وأعتقد أن تصرف هذا الأخير يعني في دخوله وخروجه من دائرة الحرب من اليمن وإيتاء بها إلى وسط المدن السعودية وضربها بقذائف الهاون، هذا قد يكون نهاية المطاف. فأنا لا أتوقع أن يكون جماعة الحوثي من يعني أن تكون ضمن الحوار الوطني في الرياض، ولكن في على وجه التحديد هناك مؤشرات جديدة الآن في أتت من اليمن تدل على أن هناك قياديين من الصف الأول في حزب المؤتمر سوف يعلنون انقلابهم على المخلوع، وهذه المجموعة من القيادين في الصف الأول هم من المجموعة التي ذهبت إلى السعودية ولم تعد إلى اليمن إلى الآن، منها القربي وبن داغر وغيرهم. هذول ما ثقلهم يعني ما أهميتهم، هم كل من يخرج يعني إلى من يعمل خارج البلاد ليس له ثقل على الأرض يعني. نعم، ولكن يجب أن 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 نعرف أن هناك يعني معطيات لحزب المؤتمر، هناك قياديين كانوا سبب في تشكيل هذا الحزب الذي كانوا يقودونه على مدار السنين. الذين ذهبوا عفوا من الى السعوديه ذهبوا يعني بموافقه علي عبد الله صالح، ذهبوا بموافقه عمليه بموافقه المخلوع، ولكن المملكه والمملكه السعوديه مع الحكومه اليمنيه الشرعيه قامت بعملية سياسية في أجل استقطاب هؤلاء القياديين في حزب المؤتمر، لأنهم يرون أنهم وجدوا نفسهم في حرب خسرانة مع هذه المجموعة الحوثية التي تعاونت معها. فلذلك أنا أعتقد أنه سوف يتم هناك إعلان في اليومين القادمين، لأنه هؤلاء الناس القياديين في حزب المؤتمر اعتادوا على أن يكونوا في الحكومة، وهم الآن يبحثون على لأنفسهم مكان في الحكومة التي سوف تكون يعني تكون بعد هذا الحوار إن شاء الله وخروج اليمن من أزمته بعون الله. لكن في وجه التحديد نجد أن الحكومة اليمنية تعي جدا أن هؤلاء الحقبة السياسية في اليمن حتى وإن انشقت عن حزب المؤتمر أنها لم تعد لديها أي مصداقية أو أي ثقة، فهم اعتادوا أن يترعرعوا في القصر الجمهوري وأن يأكلون من نفس المائدة. طب لكن من يعني هل هم يعني أليست المشكلة في وجود سياسيين؟ هو الرئيس موجود ورئيس الوزراء موجود وكل الناس عندهم حقائب وزارية، لكن كيف يمكن من يستطيع أن يملك تأثير على القوات المسلحة، على القوى العسكرية الموجودة؟ من يستطيع هذا الأمر يعني؟ هذا لديه محورين. المحور الأول أن تتخلي قيادات المؤتمر كاملا عن المخلوع، سوف يجد المخلوع نفسه منفردا أمام هو وجماعة الحوثي أمام، وعندما يعني تجد أن القوات هذه التي يعني هي يعني تعمل بقتال اليمنيين بأوامر من المخلوع أنها ليست لديها يعني قيادي غير علي عبد الله صالح الذي هو أصبح يعني معزول من العالم الدولي وملاحق دوليا، ستجد نفسها أنها تحارب لشخص ليس لديه أي شيء في اليمن، ما ستبحث عن قطار آخر غير الذي فات. نعم، شكرا لك أحمد البصري الناشط السياسي اليمني، أشكرك على المشاركة.